بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب، المفروض الندي اخر حصه في البي جي بي، والمفروض ان احنا راجعين من اجازه، فانا بس عايز اعمل لك ريفرش كده، نعمل لاب لذيذ كده. المفروض ان احنا هناخد حاجه بسيطه كده اسمها البي جي بي متريك اتريبيوتس، او البي جي بي اتريبيوتس. ايه الاتريبيوتس بتاعت البي جي بي؟ ده المتريك بتاعه، زي ما اخدت المتريك بتاع الاي اي جي ار بي، وزي ما اخدت المتريك بتاع الاوس بي اف، البي جي بي وكمان له مترك. بس على فكره المترك بتاع البي جي بي كذا حاجه، حاجه اسمها اوتونوماس سيستم باس، حاجه اسمها ويت، حاجه اسمها لوكال بريفرنس، حاجه اسمها مترك. الاربع حاجات دول طيب ازاي بنلعب فيهم؟ هقول لك انا اهو ازاي بنلعب فيهم. هنبدا معاهم واحده واحده و نشوف الدنيا، نشوف الدنيا فيها ايه. طيب خلونا نعمل اللاب ده الاول ونبرمج ونعمل ريفرش كده للحاجات القديمه، لان انت برضو اكيد راجع من اجازه طويله، فاكيد ناسي البي جي بي كان الكونفيجريشن بتاعته كانت عامله ازاي. فخلونا نجيب اللاب. لاب هو اللاب ده بالظبط كده، انا واخد حتى منه برنت سكرين، هنشغله ونبدا نكونفيجر اللاب ده. طيب خليني اجيب اللاب، كان اسمه هو لاب 3 ده، تمام. خلونا نكبر الدنيا كده و تمام، نشغل نشوف ايه اخبار اخونا البروسيسور. طبعا هيهدى ان شاء الله يعني، بس نصبر عليه شوية، لان انت مشغل كام راوتر؟ ادي 3 و2، ادي كام؟ 3 و4 7. فننتظر شوية كده لما يلود، وبعد كده منزلش هنظبط قيمة الايدل بي سي بتاعته. تمام. بسم الله ما شاء الله. لو تلاحظ يا خالد ان يعني الجهاز التاني كان تعبنا خالص، يعني انت متخيل انا مشغل الجي ان اس 3 ومشغل ال الكامتازيا. كامتازيا ده برنامج تسجيل اصلا اقوى من البرنامج التاني اللي كنت بسجل فيه، لذلك كنت هو طبعا افضل واحسن، ولكن انا كنت بتجنب ان انا اتعامل معاه لان كان بيستهلك البروسيسور. لو تلاحظ دلوقتي ان الدنيا الحمد لله، تمام يعني. طيب نبدا بقى نفتح الراوتر بتاعتنا واحد واحد. ادي راوتر، بس خلونا نغير الفونت بتاعه بس كده عشان تبقى انت شايف. نخلي الفونت 13. اوكي، شايفين كده رجاله ولا اتقله شويه؟ سيشن اوبشن فونت 14 اهو، حلو كده يا رجاله. وعشان مغازي برضو بيحب اللون الازرق، انا يعني مش هزعله، مش هو بس اللي بيحب اللون الازرق، انا كمان. بيقول لك ان اللون الازرق مغازي بيدل على مش عارف، بيقولوا بيدل على العدوانيه، مش العدوانيه بقى، الديكتاتوريه. بس الكلام ده الحريم هم اللي بيقولوه يعني، فسيبك من الكلام الفاضي بتاعهم. اللون الازرق جميل وزي الفل. وادي راوتر 2، وادي راوتر 3، وادي راوتر 4، وادي راوتر 5 6. نفتح كل 2 راوتر في اوتونوما سيستم ايه، وادي 5 واخيرا 7. كل مطلوب مننا ان احنا عايزين نعمل كونفيجريشن مبدئيا كده رجاله. لو تفتكروا المفروض ان كل اوتونوماس سيستم يتروت، صح كده؟ لو تفتكر فين الرسمه. المفروض يا عم خالد ان الناس دي في اوتونوماس سيستم 1000، المفروض اصلا في انتريور راوتنج بروتوكول جوه هنا، وليكن اوس بي اف، صح الكلام؟ والمفروض الناس الجميله دي هنا، الناس دي متروته مثلا اوتونوماس سيستم تروت ريب او اي اي جي ار بي.
والمفروض الناس الجميله هنا، اصلا الناس الجميله هنا مش محتاجه راوتنج، لان الراوتر شايف الشبكات اللي فيها دايركت كونكتد، والناس الجميله هنا برضو مش محتاجه راوتر راوتنج، لان الراوتر شايف الشبكات دايركت كونكتد. ولو تلاحظ معايا يا عم خالد، فين الشبكات البرايفت؟ هي الرابطه بين كل اوتونوماس سيستم واوتونوماس سيستم، يعني الشبكه دي برايفت، 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 الشبكه دي برايفت. ماشي الكلام؟ طيب يعني انت اول حاجه لما تيجي تروت المنظومه اللي قدامك دي، ابدا اولا ببروتوكولات الانتريور، زي روتهم داخليا الاول شوفوا بعض، ودول برضو داخليا يشوفوا بعض. هتقول لي انا ما فيش الا شبكه واحده بس، واجب عليك تروتها. طبعا اللاب بتاعنا لاب صغير، مش قدامنا سيستم كبير يعني ولا حاجه من دي، لو قدامنا سيستم كبير هروت، ولكن برضو على اي انا محتاج ان انا تيجوا نروت دول بلوز بي اف يا رجاله. تعالى يا عم، ادي ادي اللاب بتاعنا اهو، وادي تعالى نجيب راوتر اتنين، راوتر اتنين اللي هو الراوتر المحترم اللي هنا ده، وتعالى راجل يا طيب قول له انيبل كونفتي راوتر اوس بي اف 1، راوتر اوس بي اف 1، ونقول له نتورك 10.1.1.2 صح كده 0000 اريا 0. شكرا. طبعا انا هروت الانترفيس ده، واجي على راوتر واحد طبعا حواليه، على فكره عليه شبكه لوب باك، او على انترفيس لوب باك 211. ف هاجي على راوتر واحد واقول له انيبل كونفتي راوتر واحد، على فكره بالاخص عليه ثلاث شبكات 211 و10 و11 و10 و12. ف راوتر اس بي اف 1 وتقول له نتورك، ممكن تدي له ثلاث شبكات، وممكن تريح دماغك زي ما انا هريح دماغي كده، واقول له يا عم شوف كل الشبكات اللي حواليك ما فيش اي مشكله، كلهم في اريا زيرو. طبعا المفروض يجي لي ابديت دلوقتي من راوتر اتنين بالظبط كده، بالظبط كده، واجي على راوتر ثلاثة، راوتر ثلاثة اقول له نيبل، هقول له كونفكتي، هقول له راوتر اس بي اف 1، ونقول له يا مغازي نتورك، ونديله الشبكه اللي هي 10.1.2.2.0000 اريا 0. المفروض كده الدنيا دي اشتغلت. وطبعا يا مغازي المفروض ان انا عندي كام بي جي بي راوتر يا مغازي؟ راوتر 2 وراوتر 3 صح الكلام؟ طيب راوتر 2 وراوتر 3 المفروض ان دول بي جي بي راوترز، المفروض ان هو هم يبقوا الديفولت اوريجن لكل الرواتر اللي موجوده في الدومين ده. يعني اي حد في الدنيا عايز يروح يخرج بره الاوتونوماس سيستم بتاعه بيروح للايدج ده او الايدج ده. ف للشياكه في الاداء بنعمل ايه بقى؟ نقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت اولويز لو تفتكر، ونيجي على راوتر 2 وكمان نقول له ديفولت انفورميشن اوريجينيت خلص. تمام كده الانترنال ده كده الحمد لله زي الفل خلص. لذلك انت لو رحت على راوتر زي راوتر واحد قلت له وريني عامل راوتنج تيبل بتاعك كده، شو اي بي راوت، ايه الاخبار يا مغازي؟ دلوقتي هو شايف ديفولت راوت، شايفه بمسارين، مره عن طريق 10.1.2.2 و10.1.1.2، يعني مره شايفه من هنا ومره شايفه من هنا، يقدر يروح في اي حته، يرمي لده او يرمي لده، مفيش اي مشكله بالنسبه له. طيب خلاص الحمد لله خلصنا من الانترنال بتاع الاوتونوماس سيستم 1000. نيجي بقى على الانترنال بتاع مين يا رجاله؟ بتاع بتاع اوتونوماس سيستم 2000 ده، عندك راوتر 4 وعندك راوتر 6. ادي راوتر 4 هنقول له انيبل كونفكتي، وهنروت مثلا بالاي اي جي ار بي، راوتر اي اي جي ار بي 100. ايه ده؟ ثانيه واحده يا مغازي، احمد يا مغازي، يا شباب. طيب ال
السؤال دلوقتي ليه؟ طبعا احنا كتبت انا اي جي ار بي 100 صح؟ ده رقم الاوتونوموس سيستم صح؟ طيب هو 100 ولا 2000؟ راوتر 4 يقع في اوتونوموس سيستم 2000، واحنا هنا بنقول له راوتر اي اي جي ار بي وبنكتب رقم الاوتونوموس سيستم. يا باشمهندس دول 2000 مش 100، هل ينفع اكتب 100؟ حد عنده سؤال؟ حد يعرف يجاوب لي على الاجابه دي؟ هل اوتونوموس راوتر 4 واقع في اوتونوموس سيستم 2000؟ طب وانا بعمل الكونفيجريشن كتبت راوتر اي اي جي ار بي 100، حد يعرف يجاوب لي؟ ها يا باشمهندس قول يا تامر. شوف يا باشا، انا مره قلت لك ان احنا نكتب جنب الاي اي جي ار بي الاوتونوموس سيستم بتاعنا، بس انت قلت لي ان مع الاي اي جي ار بي ما بتفرقش. لا، مع الاس بي اف الرقم اللي بعد الاس بي اف ما بيفرقش. لكن في الاي اي جي ار بي قلت لك لو في راوتر، يعني مثلا جيت انت على راوتر 4 قلت له راوتر اي اي جي ار بي 100، ما ينفعش تيجي على راوتر 6 وتقول له راوتر اي اي جي ار بي 200، مش هيشوفوا بعض، لان ده في اوتونوموس سيستم وده في اوتونوموس سيستم. السؤال بتاعي دلوقتي راوتر 4 وراوتر 6 يقعوا، واقفل المايك بتاعك تمام، راوتر 4 وراوتر 6 يقعوا في اوتونوموس سيستم كام يا رجاله؟ 2000. طب يا باشمهندس المفروض وانا بكتب راوتر اي اي جي ار بي كده اكتب 2000 مش 100. طب انا لو كتبت 100 في غلط عليا؟ متهيألي يا باشمهندس ان احنا دلوقتي شغالين في الانتريور راوتنج، فهيختلف عن ال الله عليك الله عليك يا عم خالد الله عليك. الاي اي جي ار بي عموما بروتوكول انتريور، فانت رقم الاوتونوموس سيستم اللي بتكتب جوه الاي اي جي ار بي عايز تكتبه البابليك اوتونوموس سيستم، عايز تكتب اي رقم انت عايزه مش فارق، لان الرقم ده انترنالي او برايفت اوتونوموس سيستم. بس خد بالك لو هتشغل اي اي جي ار بي بين الراوتر دي كلها، لابد ان الراوتر دي كلها عم خالد تبقى ايه؟ تبقى تحمل نفس الاوتونوموس سيستم. طب واحد يقول لي يا باشمهندس طب انا هقول له راوتر اي اي جي ار بي 2000، مفيش مشكله اصبت. طب اعمله 100، مفيش مشكله برضه، مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان كلهم ايه داخليا زي بعض. طب يا باشمهندس ده هياثر؟ مش هياثر. طب عشان لما اجي اربط باوتونوموس سيستم تاني؟ لا، لما تيجي تربط باوتونوموس سيستم تاني هيبقى عن طريق بروتوكول البي جي بي، لابد تستخدم رقم البابليك اوتونوموس سيستم الحقيقي اللي انت شغال بيه. انما انترنالي مفيش اي مشكله، اي رقم اوتونوموس سيستم هيؤدي الغرض. دي ارقام كلها برايفت. ماشي الكلام يا رجاله؟ فنيجي على راوتر 4، راوتر اي اي جي ار بي 100، وما تنساش نقطه سمري ونتورك، مفيش غير هي الشبكه 200.8.8.0 تمام كده. ونيجي على راوتر 6 نفس الكلام، هنقول له انيبل، هنقول له كونفكتي، هنقول له راوتر اي اي جي ار بي 100 نوت سامري نتورك 200.8.8.0. المفروض هيجي لي ابديت دلوقتي. تمام. طيب يا خلود، احنا اتفقنا ان في كل اريا او كل اوتونوموس سيستم بيبقى فيه ديفولت انفورميشن اوريجينيت راوتر. يعني ايه؟ جينا احنا هنا مثلا، يعني انا عندي مثلا ادي اوتونوموس سيستم بتاعي، الاوتونوموس سيستم ده المفروض مربوط بالاوتونوموس سيستم ده، في راوتر هنا اهو هيتربط بيه. طب الراوتر فينا 500 راوتر تاني وراه، المفروض لو انت مثلا مراوت بالاس بي اف هنا مثلا، الدنيا دي بتخلي الراوتر ده يبعت للناس دي كده وكده، يقول لهم انا الديفولت انفورميشن اوريجينيت بتاعكم، فانا الديفولت راوت. فتبص تلاقي الناس دي كلها ظهر عندها ديفولت راوت ناحيه هذا الرجل، عشان لو عايزين يروحوا لاي شبكه في الدنيا بيروحوا للراجل ده. واحنا كنا اتفقنا ان البي جي بي ايدج او البي جي بي راوتر بيبقى عليه كل الراوتس بتاعت العالم كلها، الراوتس يعني الشبكات بتاعت الدنيا دي كلها. بكام يعملوا كام يعني؟ 128 ميجا، يعني من الاخر كده الراوتر ده محتاج بس ان الرامه بتاعته تبقى 128 ميجا عشان يقدر يشيل الراوتس بتاعت العالم كلها. طيب احنا جينا هنا خلينا الراوتر ده هو الديفولت انفورميشن اوريجينيت، وخلينا الراوتر ده هو الديفولت انفورميشن اوريجينيت. طب هنا اصلا يا باشمهندس اصلا ما فيش رواتر داخليه هنا عشان تقول لها
هو ده الديفولت انفورميشن اوريجينال بتاعك، او هو ده الديفولت انفورميشن ده ايدج او بي جي بي راوتر، وده بي جي بي راوتر، وده ايدج وده ايدج. يعني هم اصلا كلهم عندهم شبكات العالم كله، مش محتاجين انك انت. فممكن ما نعملش هنا حته الديفولت انفورميشن اوريجينيت، ماشي الكلام؟ طيب الديفولت انفورميشن اوريجينيت بتشتغل، الكوماند بتاعها بيشتغل كويس قوي مع الاوسب اف، بيشتغل كويس جدا مع الريب، ولكن عشان يشتغل مع الاي اي جي ار بي محتاج انك تشتغل على ريليز 15، الاي او اس بتاعه ريليز 15. ولكن انا طبعا الريليز اللي احنا شغالين عليه ريليز 12 وحاجه، فمش هتلاقيه يدعم الديفولت انفورميشن اوريجينيت. طب تعملها ازاي يا باشمهندس عشان تتغلب على القصه دي؟ يعني مثلا 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 يعني هنتخيل مع بعض كده هندسه ان في الله ليه كده بس اوبن هنتخيل مع بعض، خلوني ثانيه واحده كده اجيب ال ايوه هنتخيل مع بعض ان في هنا مجموعه رواتر. طب ليه كده؟ ايوه هنتخيل مع بعض عم خالد ان فينا بقى مجموعه رواتر كده، ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر، وهنقول الناس دي كلها بما فيهم انت كمان يا راجل يا طيب، ده هيبقى الديفولت انفورميشن اوريجينيت بتاعك. راوتر 4 ده هيبقى الديفولت انفورميشن اوريجينيت بتاعكم. طب انا عايز الناس دي كلها يظهر ديفولت راوت منها ناحيه الراجل ده، يعني لما اقف على اي راوتر من الراوتر الزرقاء دي واقول له شو اي بي راوت، يظهر عليه ديفولت راوت بالاي او جي ار بي ناحيه راوتر 4، بيشاور على راوتر 4. تعملها ازاي بالاي او جي ار بي؟ اقول لك انا تعمل الحوار ده ازاي بالاي اي جي ار بي. هتيجي على راوتر 4 اهو، تقول له اكزيت واعمل انترفيس وهمي، قول له انترفيس مثلا لوب باك 1، وقول له الاي بي ادرس بتاعه مثلا 1.1.1.1، والماسك بتاعه 255 او اقول لك 255.0.0.0. وانت بتروت بالاي اي جي ار بي قول له راوتر اي اي جي ار بي 100 نتورك 1.0.0.0. انا كده بعتها في الابديت. لو انت جيت وقفت على راوتر 6 دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت، لو تلاحظ معايا ان هو شاف الشبكه ايه، شاف الشبكه واحد بالاي جي ار بي، هتقوم تخلي راوتر 4 يبعت للناس دي يقول لهم يا جماعه الديفولت نتورك بالنسبه لكم، او اي حد فيكم يا راوتر يا زر عايز يروح لاي حته في العالم ارمي على الشبكه واحد، ارمي على الشبكه واحد. فتبقى الشبكه واحد هي الديفولت راوت بالنسبه لمين؟ بالنسبه لكل الرواتر اللي هنا دي. طب تتعمل ازاي؟ تيجي على راوتر 4، تيجي على راوتر 4 اكزيت وتقول له اي بي ديفولت نتورك، اي بي ديفولت نتورك 1.0.0.0 الشبكه 1، الشبكه 1 دي الديفولت. وكاني بالظبط كده ايه ببعت ديفولت راوت، بقول للناس دي يا جماعه الديفولت راوت بتاعكم النتورك 1.1.1.1 اللي هي على الراوتر ده. فالناس تقوم راميه للراوتر ده، والراوتر خلاص طالما جات لي اعرف انا بقى ده انا ايدج، ده انا بي جي بي ايدج، اقدر اوديها في اي حته. طب اجري كده على راوتر 6 اتفرج شو اي بي راوت، ايه الاخبار؟ ملاحظين معايا رجاله؟ ظهر هنا الديفولت راوت بالاي اي جي ار بي اهو. يبقى انا بس اتغلبت على الديفولت انفورميشن اوريجينيت لان الريليز 12 ما بيدعمهاش مع الاي اي جي ار بي. تمام؟ اتغلبت عليها بحاجه اسمها اي بي ديفولت نتورك. طيب الحمد لله رب العالمين، انا كده الحمد لله قدرت اني اخلص الجزئيه دي. جزئيه ايه؟ عملت يا عم الانترنال راوتنج اللي هنا وخلت لهم الديفولت راوت بتاعهم الايدج ده والايدج ده، وهنا برضو خلصت الانترنال راوتنج اللي هنا. طب وهنا يا حبيبي الراوتر شايفهم اصلا كلهم دايركت كونكت. طب وهنا نفس الكلام، نبدا بقى في شغل البي جي بي يا رجاله، ماشي الكلام؟ نبدا في شغل البي جي بي. هات لي بقى الرسمه كده واشتغل لي. طيب نعمل البي جي، تعالوا الاول نتفق نعمل الاكسترنال الاول وبعد كده نبدا نعمل الانترنال، لان لو تلاحظ معايا، لو تلاحظ معايا ان هنا عم خالد ده اي بي جي بي وده كمان اي بي جي بي، صح كده؟
طب وايه ده اي بي جي بي؟ 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 كل دول اكسترنال بي جي بي. طب في انترنال بي جي بي يا خلود؟ اه، بين ده وده، وعشان يتوصلوا بعض انترنالي لازم ده كمان يخش معاهم في الليله، بيسموه بي جي بي بير. يبقى الثلاثه دول لازم يبقى فيه انترنال ما بينهم. طب ما ده وده برضو فيه انترنال ما بينهم، في هنا اي بي جي بي، اي بي جي بي، في هنا برضو اي بي جي بي، صح كده يا عم خالد؟ تمام يا استاذ. طيب نبدا في الكونفيجريشن. ادي اللاب بتاعنا، تعال نعمل بس الاكسترنال الاول، نجيب راوتر 2 وراوتر 4. راوتر 2 اهو معايا اهو، ادي راوتر 2 وادي راوتر اكزيت. هنقول له راوتر بي جي بي 1000، صح؟ لان راوتر 2 يقع في اوتونوموس سيستم 1000. وقول له راجل يا طيب نيبر جارك 20.0.0.2، ده موجود في الريموت اوتونوموس، في الريموت اوتونوموس سيستم 2000، صح كده؟ وزي عن الشبكات البابليك، انت عندك كام شبكه بابليك يا خلود؟ عندي 10 1 1 10 200 1 1 10 1 2. طب انا اقعد اكتبهم هندسه؟ طب ما الشبكات دي اوريدي اصلا انا شايفها بالوز بي اف. يبقى عشان ما نزعلش خالد قول له ريديستريبيوت، ابعت جوه البي جي بي بتاعك ده الشبكات اللي انت شايفها بالوز بي اف 1، مفيش اي مشكله. بدل ما اقعد اكتب له الشبكه دي والشبكه دي والشبكه دي، خلاص ابعتهم ب، اعمل لهم ريديستريبيوشن انتو البي جي بي ابديت. طيب اديني خلصت انا راوتر 2، نيجي على راوتر 4. راوتر 4 اهو برضه هتقول له راوتر بي جي بي 2000، وتقول له عم خالد نيبر اللي هو 20.0.0.1، ده موجود في الريموت اوتونوموس سيستم 1000، صح كده يا عم خالد؟ وزيع عن الشبكات البابليك اللي عندك يا راوتر 4. الشبكه البابليك اللي عندك 288 مفيش غيرها، خلاص نتورك. ممكن برضه تقول له ريديستريبيوت الحاجات اللي انت شايفها بالاي جي ار بي، طبعا لينك اب اهي، ولكن خلينا اقول له نتورك 200.8.8.0، الماسك بتاعها 255 255 55. حلو الكلام يا عم خالد؟ كلام زي الايه، زي الفل. نيجي على راوتر 3، نيجي على راوتر 3 وراوتر 6، نيجي على راوتر 3 وراوتر 6. ادي راوتر 3 اهو، نيجي على راوتر 3 هتقول له برضو راوتر بي جي بي 1000، وقول له نيبر 40.2، ده موجود في الريموت اوتونوموس سيستم 2000، وزيع عن الشبكات اللي عندك، هنزيعهم وقول له ريديستريبيوت الشبكات اللي انت شايفها بالوصف اف 1، بس كده زي الفل. واجي على راوتر 4، راوتر بي جي بي 2000، وقول له نتورك زي عن 200.8.8.0، والماسك بتاعها 255 255 55 0، بس لسه ما اقمناش العلاقه بينه وما بين راوتر. ايه ده ايه ده، انا واقف على راوتر 4، انا واقف على راوتر 4 مع ان كان المفروض ابقى واقف على راوتر 6. استنى، انت اصلا اوريدي زي الشبكه دي مفيش فيها مشكله. نيبر 20.0.0.1. طب انا اديته نيبر تاني يا رجاله، لينك اب اهي. لسه ما جبتش انا النيبر. لا خلاص كده مفيش اي مشكله في راوتر 4، انقل على راوتر 6 الله يكرمك. قول له راوتر اللي هو الراوتر اللي تحت ده بي جي بي 2000 نتورك
200.8.8.0 والماسك بتاعك 255.255.0 و نيبر 40.0.0.1 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم كام يا رجالة؟ 1000. المفروض ان العلاقة دلوقتي تقوم ما بين راوتر 6 وراوتر 3. تمام، لو تلاحظ ان ايه 40.0.0 اب. نيجي بقى بعد كده نكمل بعد كده راوتر مين وراوتر مين يا شباب؟ راوتر 4 واصل براوتر 5 واصل براوتر 7. فنيجي على راوتر 4 قول له نيبر ها 30.0.0.2 في الريموت اوتونوماس سيستم كام يا شباب؟ 3000. طبعا هو اذاع عن الشبكه بتاعته. و نيبور تاني 70.0.0.2 في الريموت اوتونوماس سيستم 4000. شكرا راوتر 4، خش على راوتر 6. راوتر 6 واصل راوتر 6، خلاص انا وصلته براوتر 3 اللي هو هنا ده، ناقص بس ان انا اوصله براوتر 7. راوتر 6 اهو، ما تقول له بس نيبر 50.0.0.2 ده في الريموت اوتونوماس سيستم 4000. نيجي على راوتر 5 انيبل كونفيتي راوتر بي جي بي كام يا عم خالد؟ 3000. وقول له نيبور 30.0.0.1 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 2000. ونيبور 60.0.0.2 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 4000. وزيع عن الشبكات البابليك اللي عندك، فتقول له نتورك 200.5.5.0 والماسك بتاعها 255.255.0. صح الكلام؟ طبعا 30 اب اهي. مش ناقصني بس غير ان نروح على راوتر 7 انيبل كونفيتي راوتر بي جي بي 4000، وبس هتقول له نيبور 60.0.0.2 الماسك بتاعها في الريموت، اسف 60.0.0.1 في الريموت اوتونوماس سيستم 205 ايه عامل فيه 3000. وهتقول له نيبور السيستم 50.1 برضو. تمام الكلام يا رجاله؟ بس انت لسه ما زعتش عن الشبكه اللي عندك، قول له نتورك 200.7.7.0 والماسك. طبعا اللينكات الثلاثه قامت اهي كده. تمام كده، تمام كده، انت خلصت الاي بي جي بي اكسترنال بي جي بي اللي بين ده وبين ده، بين ده وبين ده، بين ده وده 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 وده. طب حضرتك ما في هنا انترنال، حضرتك برضو في هنا انترنال راوتر 4 وراوتر 6. تعال نعمل راوتر 4 وراوتر 6 الانترنال اللي ما بينهم. ادي راوتر 4، هتقول له بس هتقول له في عندك هنا راوتر 4 في نيبور الاي بي بتاعه 200.8.8.2 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 2000. ولو تفتكر كنا دايما بنكتب له الكوماند ده نيكست هوب سيلف، الاي بي جي بي كنا بنكتب عليه نيكست هوب سيلف، وكاني بقول له يعني عايز تطلع لاي شبكه بره تعالى لي انا.
راوتر 6 نفس الكلام، هتقول له برضو في عندك راوتر 6 في نيبور راوتر 6 وراوتر 4 كتبنا عليه 80002. صح كده. اما راوتر 6 ادي له 288 288 288 واحد 881. ده موجود في الريموت اوتونوماس، في الريموت اوتونوماس سيستم 2000 برضو. وترجع تقول له نيكست هوب سيلف. تمام. المفروض ان اللينك دلوقتي ما بينهم وبين بعض تقوم، هننتظر كده عم نطمن بس ان كل حاجة ماشية. تمام. نيجي بقى دول اللي هيغلبونا شوية، لان لازم ده بيتعمل فول مش. باجي الراوتر 2 اقول له شوف 3 وشوف 1، واجي الواحد نفس الكلام، واجي الثلاثة اقول له شوف 2 وشوف 1، نفس القصة يعني، تتعمل فول مش بي جي بي راوتنج او انترنال بي جي بي راوتنج. فاجي على راوتر 2، انت جوه البي جي بي كده، قول له في عندك يا راوتر 2 نيبور 10.1.1.1 موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 1000. ونفس الكلام قول له نيكست هوب سيلف، وقول له يا راوتر 2 في برضه راوتر تاني نيبور 10.1.2.2 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 1000، وتقول له نيكست هوب سيلف عند اي بي جي بي. واجي على راوتر 3 نفس الكلام، هقول له يا راجل يا طيب نيبور 10.1.2.1 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم كام؟ 1000. واقول له نيكست هوب سيلف، واقول له في عندنا برضو نيبور 10.1.1.2 في الريموت اوتونوماس سيستم 1000، وتقول له برضو نيكست هوب سيلف. واجي على راوتر واحد بقى، مش محتاج ان انا اعمل بس نيكست هوب سيلف عليه، انا بس هقول له كل ما هناك كله راوتر بي جي بي 1000، وقول له يا حاج نيبر شوف نيبر 10.1.1.2 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم 1000، المفروض اللينك تقوم. وقول له برضه نيبر 10.1.2.2 ده موجود في الريموت اوتونوماس سيستم كام يا ابو الحاج؟ 1000. لو تلاحظ ان اللينك او العلاقه قامت ما بينه وما بينه هو 10.1.1.2، والمفروض انها دلوقتي تقوم بينه وما بين 10.1.2.2. انا انتظر. تمام زي الفل زي الفل. وانت جيت على الراجل ده دلوقتي قلت له شو اي بي بي جي بي عشان تشوف البي جي بي تيبل او البي جي بي توبولوجي تيبل. انت طبعا عندك اتنين، انت البي جي بي فيه اتنين تيبل، الراوتنج تيبل والتوبولوجي تيبل. فشوف التوبولوجي تيبل، لو تلاحظ ان دلوقتي هنا لو تلاحظ معايا ان شايف الشبكة 10.5.5، لو تلاحظوا معايا رجالة كده 200، اسف 200.5.5 اللي هي موجودة هنا دي، شايفها بكام طريق؟ شايفها بطريقين، ادي طريق وادي طريق، والطريقين عن طريق اوتونوموس سيستم 2000 ثم اوتونوموس سيستم 3000، ولكن هو فضل ان هو يختار الطريق الثاني. هتلاقوا هنا طبعا احنا اتفقنا ان اكبر من دي ده البيست راوت، ده البيست راوت افضل طريق. تعالوا بقى هنا معايا كده، لو تلاحظوا الشبكه، لا بلاش 200، كله زي بعضه عشان اللينك اللي موصوله هنا. ولكن طب اقول لك على حاجه، هات لي راوتر 3، راوتر 3 ده، وتعالى نشوف راوتر 3 المفروض انه يقدر. راوتر 3 ده يا جماعه لو احنا شفنا البي جي بي تيبل او الراوتنج تيبل، خلينا في البي جي بي تيبل، البي جي بي توبولوجي تيبل،
عشان يوصل للشبكة 255 قدامك عن طريق خالد. محتاج يوصل ممكن عن طريق راوتر 6، هو طريق واحد، 3 2 عنده طريقين، راوتر 6 راوتر 3 وممكن يدخل على السيستم بتاعته عن طريق راوتر واحد. هو بالنسبة له كطرق قدامه بالنسبة للأوتونوما سيستم، يعني هو يمشي كده ثم كده ثم كده، أو يمشي كده ثم كده ثم كده، أو يمشي انترنالي ثم كده ثم كده، في كذا طريق. بس على أي هيعدي جوه كام أوتونوما سيستم؟ لو مشي انترنالي هيعدي بعد كده على 2000 ثم 3000 عشان يوصل، ولو مشي من تحت هنا في برضه طريق 2000 ويمشي انترنالي في 2000 ثم 3000، في طريق تاني برضه 2000 ثم 4000، اوتونوموس سيستم 4000 ثم 3000. لو تلاحظ هنا انت عندك ادي هوبايه الثانيه 2000 3، وهنا 2000 4000 3000، هنا في 3 اوتونوموس سيستم. فتعال نقف على راوتر 3 كده ونشوف البي جي بي تيبل. قول له شو اي بي بي جي بي بالنسبه للشبكه 255. طبعا في طريقين اهو يا جماعه، 255. لو تلاحظ يا خالد ان هو اختار ايه، هو خد طريقين بس ما جابش فيه منهم المسار اللي تحت ده، هو خد دي كده ثم كده ثم كده، وخد التانية كده ثم كده ثم كده. طب انا اقول لك على حاجة، خليني انا هقفل البورت ده، انا هقفل سيريال 1 سلاش 2 عشان ما اخلوش يعدي من جوه من هنا، يبقى قدامه بس راوتر 3 يمشي كده من فوق يمشي كده من تحت. انا هقفل البورت بس خليك فاكر عشان هننسى دلوقتي ونقعد نلف حوالين نفسنا يا ترى ايه اللي واقع. هقفل سيريال 1 سلاش 2 ده، تعال اما اقفله كده سيريال 1 سلاش 2 على راوتر 6، اقول له انترفيس سيريال 1 سلاش 2 ونقول له يا حاج شوت داون، وتعالى على راوتر 3، تعالى على راوتر 3 ونقول له شو اي بي بي جي بي. خدوا بالكم البي جي بي بياخد وقت عما الشبكات بتاعته بتقوم، فهنصبر معاه شويه. طبعا مازال شايف المسارين دول، ايوه ملاحظ التغيير يا خلود؟ ايه ده الشبكه 255، طبعا احنا قفلنا ده، فاصبح قدام الراجل ده يا اما يروح كده من فوق يا اما يمشي كده من تحت. طب لو راح من فوق البي جي بي تيبل او التوبولوجي تيبل بيجيب لك كل المسارات، او بيجيب لك المسار الاساسي والباك اب بتاعه ان صح التعبير يعني. طب المسار الاساسي طبعا باي ديفولت البي جي بي بيحسب المتريك بتاعه ازاي يا خالد؟ بالهب بالاوتونوماس سيستم، الاوتونوماس سيستم بالنسبه له هوب. فلو تلاحظ معايا ان صاحبنا ده عدى ازاي؟ 2000 3000 يعني ادي المسار اللي هو اللي فوق. طيب اي دي يعني انترنال، هيمشي انترنال، شايفها بمسار انترنالي. طيب طب المسار الثاني، خد بالك المسار الاولاني كان عن طريق مين يا خالد؟ راوتر 3، عن طريق 10 1 1 2، ان هو يرمي لمين؟ 10 1 1 2 يعني هيرمي للراجل ده كده ويمشيه. طيب المسار الثاني عن طريق 40 0 0 2 اللي هو هيرمي لده. طب لو مشي راح عن طريق 40 0 0 2، هات لي راوتر 3 ثاني، هيعدي في الحاله دي على اوتونوماس سيستم 2000 ثم 4000 ثم 3000، وانا عندي مسار ثاني 2000 ثم 3000. طب بالله عليك فين البيست راوت اللي فيه اقل عدد اوتونوماس سيستم؟ صح كده يا عم خالد؟ ها صح كده؟ صح
صحيح طب انت انت عايز ايه يا باشمهندس يعني؟ ماشي فهمنا انت عايز ايه. هقول لك انا عايز ايه بقى. هو ده بقى موضوع حصة النهاردة. بص يا عمي خليني امسح. راوتر 3 دلوقتي رجالة اصبح يا عيني مسكين قدامه طريق تاني، او الطريق اللي تحت ده بس هيعدي على 3 اوتونوما سيستم، والطريق اللي فوق ده هيعدي فيه بس على 2 اوتونوما سيستم. بس للاسف يا عيني الطريق ده الباند ويدث بتاعه 1 ميجا، اما الطريق اللي تحت ده الباند ويدث بتاعته 30 ميجا. هقول له يا راوتر 3 طب ما لما تحب تروح ل 200 ما تمشي من تحت ده الباند ويدث بتاعه، طريق صحراوي يا راجل، طريق اقليمي، ها او زي ما بيسموا عندنا في مصر اي طريق جديد او اي طريق واسع يقول لك طريق دولي. تمام، ده طريق دولي، هتمشي من تحت يا عم الحاج؟ لا، هيصر انه يمشي من فوق. ليه يا عم؟ ده اقل عدد اوتونوموس سيستم، مع ان تحت الطريق واسع الباند ويدث كبير، يفضل انك تمشي من تحت. هيقول لك لا معلش انا راجل غبي. طب الحل، الحل ان انا اقنعه ان الطريق ده عدد الاوتونوموس سيستم فيها خالد اقل من الطريق ده. هتقول له طب ازاي يا هندسه؟ ازاي وده فعلا ما فيش فيه الا 2 وده فيه 3، يعني ده اقل، اللي فوق اقل. هخلي راوتر 4، هو مش راوتر 4 مربوط في علاقه بي جي بي مع راوتر 2 اكسترنال بي جي بي؟ هقول لراوتر 4 يبلغ راوتر 2 يقول له على فكرة انت مش بتعدي على اوتونوموس سيستم 2000 ثم 3000، لا يا حبيبي ده 2000 ثم في اوتونوموس سيستم تاني اسمه 70 ثم اوتونوموس سيستم تاني 80 ثم 90 ثم 100. ايه ده حضرتك؟ دول مش 2 اوتونوموس سيستم، دول 1 2 3 4 5 6. يقوم الراجل ده يقول للراجل ده على فكرة انت عشان توصل للشبكة دي هتعدي على 6 اوتونوموس سيستم. ده يبلغ ده يقول له على فكرة دول 6 اوتونوموس سيستم. يقوم صاحبنا ده اخويا قال لك لا يا عم انا امشي في الطابو 3، مش ابو 3 احسن لي من ابو 6. وبالتالي تبص تلاقي البيست راوت ظهر في مين يا خالد؟ المسار اللي تحت ابو 3. يبقى دي اول طريقة في اللعب في الاتريبيوت او اللعب في المتريك، ان نلعب في قيمه الاوتونوموس سيستم. ماشي كده يا عم خالد؟ ماشي يا ابو غازي؟ يا ابو غازي يا باشمهندس معاك، مركز معايا؟ اه مركز معاك. طيب ان نلعب في قيمه الاوتونوموس سيستم، طب العب فيها ازاي؟ هخلي راوتر 4 يبعت لراوتر 2 يقول له يا راوتر 2 دول مش هتعدي على 2000 ولا 3 بس، لا حضرتك هتعدي على 2070 و80 و90 و100 و3000، 6 اوتونوموس سيستم. يوم صاحبنا ده يقول له 6 في طريق قدامي ب3؟ لا يا عم خد ابو 3. طب تتعمل ازاي يا مغازي؟ تعال اما اوريك. هاجي على راوتر 4، هاجي على راوتر 4 واقول له يا راجل طيب انت عايز الوصول للشبكه 200، اعمل يا عم الحاج اول اكسس ليست، ايه سميها مثلا اكسس ليست 1 وقول له بيرميت الشبكه 200.5.5.0 اللي الوايلد كارد ماسك بتاعها بالمنظر ده، وتعمل راوت ماب. راوت ماب ماشي كده مغازي؟ قول له فيها مثلا راوت ماب نسميها مثلا نتورك 200.5.5، وقول له يا سيدي بيرمت ايه؟ بيرمت 10، وتقول له يا عم ماتش الاي بي ادرس اللي في اكسس ليست كام يا مغازي؟ 1، وقول له ست اوتونوموس سيستم باث. في بعدها حاجه اسمها بريبند. ايه بريبند دي يا مغازي؟ هقول لك انا بريبند يعني ايه. انت عندك اصلا الاوتونوموس سيستم الحقيقي 200 اسف 2000 و3000. بريبند يعني خلي ال 2000 زي ما هي وال 3000
زي ما هي، بس هنبريبند، هنحط في النص ما بينهم وحط الاوتونوموس سيستمز اللي انت عايزها. تمام؟ فنجيب راوتر 4 تاني كده، قول له بريبند، حط في وسط ال 2000 وال 3000، حط مثلا 40 50 60 70 80 90. يبقى انت كده كترت عدد الاوتونوموس سيستم. ماشي كده؟ وتيجي مثلا السطر 20 الراوت ماب كذا بيرمت 20، اي حاجه تانية بقى تعدي بالمتريك الحقيقي بتاعها. طيب ونيجي على راوتر 4، ها، ونحط الراوت ماب ده. طب تتعمل ازاي؟ تحط الراوت ماب ده ازاي؟ قول له يا عم راوتر بي جي بي 2000، وانت بتربط مع النيبر قول للنيبر 20001 يا راوتر 4، وانت بتربط مع 20001 ده الله يبارك لك، طبق الراوت ماب اللي اسمها مغازي بقى، هي اسمها مكلكع شويه، نت النتورك شبكه 2055 دي، وخليها طبعا اوت طبعا يعني ايه، وانت طلع، وانت بتطلع الابديت لراوتر 2 يا راجل يا طيب. ف طبعا بعد ما تعمل كده البي جي بي محتاج يا جماعه، طبعا ممكن ما يحصلش تاثير او يحصل حاجه، لان البي جي بي بروتوكول تقيل شويه، فلازم توقع العلاقه وتقومها تاني علاقه البي جي بي. طب اوقعها ازاي يا باشمهندس؟ قول له كلير اي بي بي جي بي وتحط ستار، يعني امسح البي جي بي تيبل، وقع العلاقه وقومها تاني. فالراجل ده موقع، ها، فالراجل ده اما وقع العلاقه واما قومها تاني يا شباب. وتعالوا نجري بسرعه على، بلاش بسرعه دي مع البي جي بي، بلاش كلمه بسرعه، نروح لراوتر 3. خدوا بالكم يا جماعه بالنسبه للشبكه 255 راوتر 3، راوتر 3 كان شايف لها مسارين، البيست راوت فيهم عن طريق 2000 3000 اللي احنا دلوقتي كترنا فيه عدد الاوتونوموس سيستم، وبالتالي هنجبره انه ياخد المسار الثاني اللي فيه 3 اوتونوموس سيستم، اللي هو عن طريق 40002 اللي هو عن طريق 2000 3000 2000 4000 3000. تعال اقول له شو بي جي بي كده، او شو اي بي بي جي بي، واتفرج. مركزين معايا يا رجاله؟ مركزين؟ صاحبنا دلوقتي، ها، خد انه طريق 2000 او اللي هو 2000 4000 3000، ده البيست راوت بالنسبه له. طب المسار الثاني فين؟ المفروض يبقى موجود. لا مش شرط المفروض يبقى موجود، متركه كبير لدرجه ان احنا ملوش لازمه ان احنا نحطه اصلا. مركزين معايا يا رجاله؟ انا حطيت فعلا عدد اوتونوموس سيستم كتير، وبالتالي يعني بالبديهي لا ابو ثلاثة احسن كتير يعني. طب انتوا عارفين لو عايزين تشوفوا المسار التاني فعلا، انا هقفل لكم ده، هاجي على راوتر 3 سيريال 1 سلاش 1 ده نقفله، نعمل له شوت داون، قول له انترفيس سيريال 1 سلاش 1 وتعالى قول له شوت داون. طبعا منتظر شويه، شو اي بي بي جي بي، مركز معايا مغازي؟ الشبكه 255 بقى فيه المسار الثاني اللي ظهر 2000. لو تلاحظ هما كان فين؟ كانوا 2000 3000 بس. انا عملت بريبند، حطيت في النص كام يا مغازي؟ 40 و50 و60 و70 وده كترت له هنا، وبالتالي المسار ده كان اوتوماتيك سيستم بتاعه عدد كبير قوي، وبالتالي الراوتر هيختار فين؟ هيختار الطريق صاحب اقل اوتونوموس سيستم نمبر، صح كده مغازي؟ فتعال نقول له نوشت داون عشان بقى يختار الايه، الطريق صاحب اقل اوتونوموس سيستم نمبر. مفهوم يا جماعه الحته دي؟ مفهوم ازاي تعرف تلعب في الاوتونوموس سيستم عشان تخلي الراوتر يختار طريق مختلف عن التاني؟ ان انا بس اوهمه ان الطريق ده فيه الاوتونوموس سيستم بتاعته كتيره شويه. مفهومة يا رجالة؟ هو محدش بيرد ليه؟ انتوا قبل العيد على فكرة كنتوا بتردوا.
لا الموضوع سهل يا باشمهندس، الحمد لله ما شاء الله. انت تو قبل العيد كنتوا بتردوا عليا يعني، بعد العيد مش عارف يعني، هي اللحمه كانت تقيله كانت سمينه. عادية يعني. طب انت فين يا مغازي، مختفي ليه؟ لا والله موجود معاك يا باشمهندس، ماشي تسلم ايديك. ماشي يا حبيبي. طيب نخش على الحتة التانية، ان احنا نلعب او نقدر نلعب في الاتريبيوتس بتاعت البي جي بي. نخش على الحتة التانية اللي هي الويت. ايه الويت ده يا رجالة؟ الويت ده الميزان، التقل. عارف انت لما تبقى في كفه، لو انت رايح تشتري خضار ولا حاجه والراجل بتاع الفاكهه ولا حاجه قاعد بيوزن لك، ففي هنا كفه وفي هنا كفه، الكفه الاتقل هي دي اللي تكسب. تمام. طيب ايه قصه الويت ده؟ الويت ده حاجه خاصه بسيسكو، سيسكو بروبريتري. الطبيعي ان قيمه الويت يا جماعه بصفر. طيب ايهما؟ طبعا كل ما كترت، ها خد بالك، هاير ويت از بيتر، الويت كل ما زاد كل ما كان افضل، القيمه الديفولت بتاعته صفر. طب الويت ده بنقدر بنستخدمه بين الاكسترنال بي جي بي، الاكسترنال بي جي بي ازاي ابو مغازي يعني؟ اوريك. بص يا عم، هات لي راوتر ثلاثه. فين راوتر ثلاثة؟ أو بلاش راوتر ثلاثة، خلينا راوتر واصل بين اتنين اوتونوموس سيستم، صح التعبير، راوتر زي راوتر خمسة، وقول له شو اي بي بي جي بي، صح كده؟ شو اي بي بي جي بي، وخليه طبعا صاحبنا ده عشان يوصل للشبكة مثلا 211 الشبكة دي، قدامه أدي طريق وقدامه من تحت طريق تاني، فتعال نتفرج على راوتر خمسة عشان يوصل للشبكة 211، قدامه كام طريق يا رجالة؟ قدامه طريقين، قدامه طريقين، طريق عن طريق أوتونوموس سيستم 2000 ثم 1000 أو 4000 2000 1000. طبعا هو يختار مين يا مغازي؟ صاحب الأقل أوتونوموس سيستم، وبالتالي إيه؟ علامة أكبر من أو البيست راوت ظهرت عندك هنا أهي، فهو اختار الطريق اللي فيه أقل عدد أوتونوموس سيستم. طب افرض أنا عايزه يختار الطريق التاني، قدامك حل من اتنين، يا تلعب في الأوتونوموس سيستم باث يا تلعب في الويت، وأنا أعتقد الويت أفضل، أتقل الكفة اللي أنا عايز أمشي فيها. إزاي يعني؟ أنا عايزه يمشي من تحت من ناحية 60002، هو طبعا بيمشي من هنا، ده افضل عشان يوصل. لا يا عم، انا عايزه يمشي من تحت، اتقل الكفه بتاعت الزبون ده. طب اتقلها ازاي؟ اجي على راوتر خمسة، سهل جدا جدا، اجي على راوتر خمسة، ماشي كده منفتي، وتقول له راوتر بي جي بي كام يا عم مغازي؟ 3000. قول له يا عم الحاج النيبور اللي هو 60002 في الريموت اوتونوموس سيستم، لا مش دعوه، احنا كده عملنا حته الريموت اوتونوموس سيستم ده، خلي الويت بتاعه تقله، خد بالك الديفولت صفر، لو تلاحظ هنا الديفولت ويت صفر صفر صفر، في هنا قيمة هنا بس ده شغل انترنال مالكش دعوة بيه، ومش ها أو ملوش لازمة في الانترنال عموما يعني. الويت هنا نحط بقى مثلا، نخلي الويت بتاعه مثلا يا عم 55، حلو الكلام؟ نخلي الويت بتاعه 55، وطبعا عشان تحس النتيجة لازم تعمل كلير، كلير اي بي بي جي بي ستار ستار، واتفرج. تعال نشوف فعلا عشان يروح للشبكة اللي هناك دي، اللي هي
200.1.1.1 هيمشي من تحت ولا ايه نظامه؟ ولاحظ ان انا ما حددتش ان الشبكه 200.1.1 زي ما حددت في المثال اللي فات. طب لو عايز تحدد بتعمل راوت ماب وتحط فيها، تعمل تحط فيها الشبكه 200.1.1 وتخلي الويت بتاعها ناحيه 60.0.0.2 اتقل. ولكن انا عملت حبيت اعملها لك ببساطه شويه. شو اي بي بي جي بي، تعال اتفرج ايه يا عم الحاج بالنسبه للشبكه 200.1.1 ايهما افضل؟ ملاحظ معايا الطريق ده هو الافضل. ده في 3 اوتونوماس سيستم وده في 2، ما خدش الاثنين ليه؟ حضرتك الويت هنا 55، الطريق ده اتقل، النبر ده اتقل من النبر الثاني، واد راسي كده وتقيل فمشينا من ناحيته. ماشي كده يا موازي؟ تمام يا مشان. تمام. لو عايز تحدد لشبكه معينه برضو انت حر تعملها برضو بالراوت ماب، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. طب الويت يستخدم فين يا رجاله؟ الويت يستخدم في الاي بي جي بي، يعني محدش يجي ده اي بي جي بي وهو بيبني العلاقه مع الراجل ده، ها يقول له الويت بتاعك احسن من الويت بتاع ده. طبعا تبقى انت متخيل انه هيمشي من هنا. الويت ملوش تاثير داخليا، الويت ملوش تاثير في الاي بي جي بي. الويت له تاثير فين يا رجاله؟ في الاكسترنال بي جي بي. طب داخليا يا هندسه، افرض انا عايز اثر داخليا. لا داخليا يبقى انت بتتكلم في حاجه اسمها لوكال بريفرنس، يبقى خلاص كده دي خلاص، دي خلاص بنتكلم في حاجه مغازي اسمها ايه مغازي؟ لوكال بريفرنس. طب ايه قصه اللوكال بريفرنس؟ اقول لك ايه قصه اللوكال بريفرنس. اللوكال بريفرنس يعمل في الاي بي جي بي. اللوكال بريفرنس الديفولت بتاعته 100، الويت كات 0، ده الديفولت بتاعه 100 وهاير از بيتر، كل ما زاد كل ما كان احسن. طب ما توريني يا باشمهندس الله يكرمك، عايز احس انا حته اللوكال بريفرنس دي افضل يعني. اوريك. هنيجي على راوتر واحد. راوتر واحد طبعا احنا عايزين حاجه اي بي جي بي، فلازم اجيب راوتر واحد. لو انا قلت له شو اي بي بي جي بي اهو، فتعالى مثلا بالنسبه للشبكه، الشبكه 277 دي صاحبنا راوتر واحد شايف بالنسبه للشبكه 277 اللي هنا شايف لها طريقين، عن طريق اوتونوموس سيستم 2000 ثم 4000. لو تلاحظوا هتلاقيه اصلا يمشي كده ثم كده، يمشي كده ثم كده من تحت برضه، فهو كده كده هيروح ل 2000 ثم 4000، 2000 ثم 4000، وهتلاقيه خد مسار فيهم اللي هو قام الاول. فين راوتر واحد؟ هتلاحظوا كمان هنا حتى يا شباب اللوكال بريفرنس كام؟ 100. هو اختار انه طريق، اختار الطريق بتاع 10.1.1.2، 10.1 يعني ماشي من فوق، يعني صاحبنا ده ماشي من فوق. طب انا عايز اخليه يمشي من تحت، يبقى انا اعلي في اللوكال بريفرنس بتاع راوتر 3 الميزان الداخلي. اذا كان الويت ده التقل الخارجي او الميزان الخارجي، فاللوكال بريفرنس هو الميزان الداخلي. الويت لما كنت باجي اقومها مغازي على الراوتر اللي انا عايز يحصل عليه التغيير، اما في اللوكال بريفرنس بتيجي على النبر وتتقله. ازاي يعني؟ انت عايز تختار الطريق بتاع راوتر 3، هاجي على راوتر 3 نفسه واغير اللوكال بريفرنس بتاعته. يعني اجي على راوتر 3 كده واقول له راوتر بي جي بي 1000، وهتقول له بي جي بي 1000. انا مش فاكر الكوماند بتاع اللوكال بريفرنس ازاي، بس خلينا نفتكره سوا. كان بي جي بي فينا ديفولت اهي، ايوه بي جي بي ديفولت لوكال بريفرنس، ايوه تمام كده.
بي جي بي لو ديفولت لوكال بريفرنس، ونخلي اللوكال بريفرنس بتاعته وليكن 200. حلو الكلام. ما تنساش تعمل كلير لان ده مهم جدا، كلير اي بي بي جي بي ستار. وسيبه يقيم العلاقه وسيبه يقيم العلاقة عن الحج. و تعالى بعدها نشوف ايه ايه اللي هيحصل بعد ما العلاقة قامت او كده. هات لي راوتر، هات لي راوتر واحد اللي كان راوتر واحد كان شايف انه طريق، كان شايف الطريق اللي فوق 10.1.1.2. فتعالى كده اقول له شو اي بي بي جي بي كده يا مغازي بالنسبه للشبكه 200. لو تلاحظ ان هو اصبح شايف طريق واحد بس اللي هو عن طريق 10.1.2.2 10.1.2.2. الطريق اللي تحت ده قال لا. ليه يا راجل يا طيب؟ اصل اللوكال بريفرنس بتاعه بقى 200، وزنه بقى 200. تمام؟ واضحة واضحة كده يا شباب؟ واضحة؟ يا باشمهندس أنا ممكن أفهم كده إن أنا لو في عندي راوتر داخل الأوتونوم سيستم وعايز أطلعه في باص في باص معين أشتغل على اللوكال بريفرنس دي. لو في بالظبط الايدج، لو البي جي بي ايدج اشتغل على الويت او على الاوتونوم سيستم باص. بالظبط بالظبط. طب سؤال يا خالد، مين يكسب الويت ولا الاوتونوم سيستم باث؟ قول يا مغازي. أكيد الأتونوموس سيستم. لا أكيد الويت. ده أنا لسه عاملها قدامك يا راجل يا طيب. الراجل راوتر خمسة ده، مش أنا كنت قايل لك لسه عاملها قدامك، راوتر خمسة ده كان قادر يوصل للشبكة اللي هي 201.1.1 كده، أدي عن طريق 2000 1000، وكان بيوصل عن طريق 4000 2000 1000. بس طبعا هو كان مختار ده كبيست راوت، ما كانش بيمشي في الطريق التاني. قمت عامل ايه؟ قمت متقل له الطريق التاني، تقلت له النيبر، زودت الويت، بالرغم ان في على الاوتونوما سيستم كتيره، فمشي من تحت. الى انه ليه؟ ليه مشي من تحت؟ عشان الويت، الويت يكسر، الويت يغلب الاوتونوما سيستم. ماشي كده يا رجاله؟ يعني الاتريبيوتس دي ليها بريوريتي مثلا ولا؟ اه طبعا. يعني هي ليها بالظبط كده، في حد كده مقدم على التاني. طبعا اللوكال بريفرنس، طب واحد يقول لك اللوكال بريفرنس ولا الويت؟ يا عم ما فيش مقارنه، ده شغال خارجي وده شغال داخلي. طب الاوتونوموس سيستم ولا الويت؟ تعالى بقى، لان ده خارجي وده خارجي. الاوتونوموس سيستم ولا الويت؟ لا الويت. تمام. طيب اخر حاجه في الاتريبيوتس اللي هي المتريك، او نصح اسمها يا رجاله، اسمها ام اي دي، مالتي اكزيت ديسكريمينيتور. ايه مالتي اكزيت ديسكريمينيتور؟ انا دلوقتي عم احمد، انا في اي اس بي، عايز او انا مربوط بالبي جي بي بتاعي او البي جي بي ايدج بتاعي مربوط باي اس بي وليكن تي اي داتا، بس مربوط براوترين. طب انا عايزه يطلع من هنا ولا يطلع من هنا؟ خدت بالك يا مغازي؟ انت حضرتك عايز انه افضل مسار ليك، ده ولا ده؟ عايزه الطبيعي يمشي كده ولا يمشي كده؟ والله براحتك. طب افرض كان ده افضل مسار وانا عايزه يمشي، لا يعني عايزه يمشي من هنا،
طب واحد يقول لي طب ما سهله هندسه، طب انا ممكن العب في الويت صح صح طب ما انا ممكن العب في الاوتونوماس سيستم بقى صح. بس في طريقه اتعملت قال لك لو انت عندك اي اس بي، اي اس بي بتاعك مربوط باي اس بي تاني عن طريق ها مالتي ديسكريمينيتور، في نقطتين، نقطتين دخول ده وده، فانت تقدر تظبط الموضوع ده، تقدر تخليه يختار اي طريق فيهم عن طريق قيمه بنلعب فيها اسمها قيمه المتريك. ان انا مثلا، مثلا يعني خليني اقول لك اخلوت كده، مثلا صاحبنا اختار ان هو يمشي برضو وبين صاحبنا خالد مثلا اختار ان هو الطريق ده مثلا افضل مسار بالنسبه له فمشي كده. طب انا يا عم عايزه يمشي هنا، ممكن اخلي المسار ده متركه 10 والمسار ده مثلا متركه 50، يقوم اوتوماتيك يمشي ازاي لما يحب يوصل الشبكه جوه يمشي كده. طب اللينك ده وقع خلاص ياخد ابو 50 بقى، تمام. تعملها ازاي دي؟ تعملها عن طريق المترك. تعالى تعالى نعمل الحركه دي في اللاب بتاعنا. اللاب بتاعنا لو تلاحظ ان على فكره البورت ده، البورت ده كان مقفول صح في راوتر 6. تعال نرجع نفتحه تاني، راوتر 6 انترفيس سيريال 1/2 نو شت داون. تمام كده، اصبر عليه شويه لغايه لما يبعت الابديتس بتاعته. وتعالى على راوتر 7، لو تلاحظ ان راوتر 7 عشان يروح اوتونوماس سيستم 2000 ادي دخل وادي دخل، مره عن طريق النيبور 70001 ومره عن طريق النيبور 50001. فاحنا لو جينا مغازي على راوتر 7 كده وقلت له وريني يا راجل يا طيب شو اي بي بي جي بي، وريني التوبولوجي تيبل بتاعك بالنسبه للشبكه 288، الشبكه 288 اهي، على طول بيروح لطول ما سيستم 2000 يلاقيه، مره عن طريق 70001 ومره عن طريق 50001. طب هو اختار 50001، طب انا عايزه خليه يخش من هنا، ده البيست راوت بالنسبه له، ثم يبقى ده براحتك، معاك الويت تلعب فيه، معاك الاوتونوماس سيستم تلعب فيه، انت حر، معاك الام اي دي مالتي اكزيت ديسكريمينيتور ان انا العب في قيمه المتريك يا رجاله، في القيمه دي. طبعا احنا خدنا لعبنا في الاوتونوماس سيستم باص، لعبنا في الويت وعرفنا ازاي بتلعب فيه، لعبنا في اللوكال بريفرنس، لسه عايزين نعرف ازاي المتريك بيتلعب فيه. طيب نلعب في المتريك ازاي؟ ان انا انت احنا طبعا هو بيمشي منين، بيمشي من الاول، هو بيمشي عن طريق 50، بيمشي من تحت، ده البيست راوت. لا انا عايز اخلي ده يبقى البيست راوت، يعني هاجي مثلا يا مغازي اخلي مثلا المتريك هنا بيساوي 10، واجي على المسار اللي تحت هنا واخلي المتريك مثلا بيساوي وليكن 5، تمام. وبالتالي هياخد المسار اللي فوق. طب تتعمل ازاي؟ تعالى يا عم على راوتر 4، تعالى على راوتر 4، انت عايزه يوصل للشبكه 288 تخص الشبكه دي بالذكر. طيب تعالى على راوتر 4 قول له يا عم اكسس ليست 1، هو في اكسس ليست الاول ولا لا؟ شو اكسس ليست، يمكن يكون عليه حاجه، عليه اكسس ليست اهي، اكسس ليست 1. طيب هنقول له اكسس ليست وليكن 8، ونقول له بيرميت اسمح لي الشبكه 200.8.8.0255. طيب ونقول له بقى راوت ماب، عندنا راوت ماب ونسميها مثلا مغازي زد زد مثلا، نقول له بيرميت اسمح لي بيرميت 10، قول له يا عم ماتش الاي بي ادرس، اقفش الناس او يعني ماتش على الشبكه اللي هي ايه اللي في اكس ليست 8 اللي هي الشبكه 288. طب وبعدين هتقول له سيت متريك، حط لها المتريك بتاعها بكام يا مغازي؟ 10. حلو قوي. وانت على راوتر 4
هتقول له راوتر بي جي بي 2000، وقول له انت بتقيم علاقتك يا راوتر 4 وانت بتقيم علاقتك مع راوتر 7، فتقول له نيبور 70.0.0.2، طبق عليه الكلام اللي في الريموت اوتونوماس سيستم كام يا ابو الشباب اللي هو زد زد طبعا اوت. الريموت اوتونوماس سيستم، الريموت اوتونوماس سيستم ايه بس، راوت ماب، راوت ماب زد زد اوت. بس طبعا الراوت ماب اللي زد زد دي ناقصها، ناقصها سطر تاني، ناقصها سطر اللي هو ايه بقى، راوت ماب زد زد بيرميت 20، عشان يبقى اسمح لاي حاجه تانية انها تعدي بقيمتها، بقيمتها الحقيقيه. احنا بس لعبنا في ايه، لعبت انا كل اللي انا عملته ان انا قلت له الشبكه 200 يا راوتر 4، الشبكه 200.8.8.0، الله يبارك لك، وانت بتبعت الابديت بتاعك عشان تبعتها للراوتر 7 بعد اذنك ابعتها بقيمه مترك 10. انا عايز اعمل ايه، انا عايز اخلي راوتر 7 لما يحب يوصل للشبكه 200.8.8 ياخد الطريق ده اهو عشان يوصل، مش ده. قلنا خلاص انت معاك الويت تقدر تلعب بيه، معاك الاوتونوماس سيستم باص تقدر تلعب بيه، ومعاك طريقه ثالثه اللي هي الام اي دي، دي تقدر تنفذها ان نلعب في قيمه المتريك نفسه عشان يختار المسار اللي فوق مش اللي تحت. طيب ما المسار اللي تحت كده المتريك بتاعه ما هتلاقيه صفر، طب ما عايزين نخليه 50. نفس الكلام اللي عملته على راوتر 4 اطلع جري على راوتر 6 اعمله. هتقول له اكسس ليست 8 وتقول له بيرميت للشبكه 200.8.8.0 اللي الوايلد كارد بتاعها بالمنظر ده، وتعمل يا مغازي راوت ماب وسميها مثلا زد زد، وقول له يا عم الحاج بيرميت 10، وقول له ماتش اقفش الاي بي ادرس اللي في اكسس ليست 8، ودول بقى يا عم حط لهم المتريك سيت متريك، سيت متريك كام يا حاج، سيت متريك حط لنا المتريك بتاعه ب 50، والسطر الثاني بيرميت 20 في الراوت ماب اللي اسمها زد زد، وتيجي على راوتر 6 وتقول له راوتر بي جي بي 2000، وتقول له يا راجل يا طيب وانت بتقيم علاقتك مع النيبور يا راوتر 6، وانت بتقيم علاقتك مع النيبور 50.0.0.2 وانت بتبعت له الابديتس اللي عندك، طبق الله يبارك لك الراوت ماب، الراوت ماب اللي اسمه زد زد اوت. يعني ايه؟ يعني الشبكه 288 الله يبارك لك ابعتها بمترك كام؟ ابعتها بمترك 50. بس عشان طبعا الدنيا تستجيب معاك محتاج انك تعمل كلير، يفضل طبعا الكلير في الحاله دي على 7 بدل ما اجي على 4 واعمل كلير، واجي على 6 واعمل كلير، ما تيجي على 7 على طول كده وقول له كلير اي بي بي جي بي. قبل ما اضغط انتر لاحظ ان الشبكه 8، الشبكه 288 كان افضل طريق ليها عن طريق 50.0.0.50.0، لاحظوا المتريك القيمه الديفولت بتاعته بصفر، عن طريق 50.0.0.1 يعني من تحت. بعد ما اعمل الكلير انا عايزك تتفرج ان هو هيختار الطريق، الطريق اللي فوق يا مغازي، هيختار الطريق اللي فوق. اللينك اب، اللينك الثانية ايه، تمام. قول له شو اي بي بي جي بي بقى كده، رحت فين، شو اي بي بي جي بي بالنسبة، لسه لسه بيكون البي جي بي تيبل بتاعه، هنصبر عليه شوية يا رجالة. وبعد كده لو تلاحظوا ان ايه، ملاحظ كده يا مغازي في مسار المتريك بقى ب 50 وفي مسار المتريك بقى ب 10، واضح ان الشغل اللي احنا عملناه جاب نتيجة. اتفرج بقى كده الشبكه 288 فين البيست راوت، الطريق ابو مترك، ابو مترك 10 عن طريق 70.0.0.1، فعلا خد الطريق اللي فوق يا مغازي احسن من الطريق اللي تحت. فاهمين حاجه رجاله؟ تمام. ها حد عنده اعتراض؟ انا عارف ان البي جي بي صعب، وعلى فكره يا جماعه اللي انا بقوله لكم او اللي احنا عملناه عملي النهارده، البي جي بي كان موجود زمان بقوه
في كورس سي سي ان بي. دلوقتي عدوا عليه كده في المنهج، لاحظت كده ان هم عدوا عليه مر الكرام كده، يعني يعرفك ان في حاجه اسمها بي جي بي. بس انا صراحه يعني حبيت اديك الدرس باستفاضه شويه. طبعا البي جي بي لسه له مواويل تانية، له كورس كامل اسمه بي جي بي راوتنج بروتوكول. بس انت كده يعني خدت الزبد بتاعت الكورس بتاعت البي جي بي يعني. لغايه كده في اي اسئله؟ في اي مشاكل؟ في حد عنده استفسار؟ باشمهندس لو سمحت، في اتفضل. الو سامعني؟ سامعك يا احمد. الانترنال بي جي بي، احنا دلوقتي بنعمل في اي اوتونوس سيستم بيكون عندنا مثلا اللي هي الراوتنج بروتوكول الثانيه كانترنال، طب احنا ليه بنستخدم انترنال بي جي بي؟ فرضا يا ابو حميد، خليني فرضا مثلا ان انت عندك مجموعه من الهوستس هنا، صاحبنا ده قرر انه لما هتحب توصل للشبكه دي هنمشي كده، ماشي كده، هو برضو جواه بي جي بي تيبل. ماشي. بس سؤال يا احمد، سؤالك جميل. سؤال، الراجل ده شايف ديفولت راوت سواء كده، خلينا نقول ان هو ده مثلا، الراجل ده جواه ديفولت راوت بلوس بف، وجواه بي جي بي تيبل، يعني هو شايف برضو كل الشبكات اللي في الدنيا، شايف الشبكة 200.5.5.0 شايفها بالبي جي بي. الراوتر ده مشكلته مشكلة. هتقول لي ما هو شغال انترنال، انا معاك، بس هو مش شايف الشبكة 200.5.5.5 انترنال، هو شايف ديفولت راوت بس، شايف 200.5.5.5 بالبي جي بي، وبالتالي بياخد لها الطريق اللي فوق. طب يا عم الطريق اللي تحت 30 ميجا يا عم، انا عايزك تمشي من تحت. في الحاله دي لازم العب في حته اللوكال بريفرنس عشان اقول له انت بالذات تمشي من تحت. هتقولي طب ما في رواتر تانيه هنا هندسه ايه، لما بتيجي تطلع بترمل الراجل ده، او اسف، بتلمل الراجل ده على طول. ماشي، لان الرواتر دي مش شغال عليها غير الاوس بي اف بس، فده الديفولت انفورميشن اوريجينال بتاعها فبترميله. طب ده انا معاك ان ده برضه ده الديفولت انفورميشن اوريجينال، بس ده برضه شايف الشبكات كلها، فهو كمان بيقدر ياخد قرار يمشي من هنا ولا يمشي من هنا. طب انا عايز يمشي من تحت، العب له في اللوكال بريفرنس. فاهمني؟ تمام. ماشي واضحه ولا خلاص؟ تمام. ما انت مالك شكلك كده تعبان النهارده. لا تمام. طيب ربنا يديك الصحه. ماشي يا رجاله، ان شاء الله اشوفكم. يعني احنا خلاص باذن الله قربنا نخلص الراوتنج. ها اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا خلوني. بس معلش انا بس من سؤال اخونا مغازي، بس انا كنت عايز اسال سؤال يمكن هو اللي يقصده اخونا مغازي. اتفضل. ان انا بربط اي بي جي بي ما بين اثنين راوتر 2 و4 وراوتر مثلا 3 وراوتر 6. لا ما فيش فيه مشكلة. 2 و4 و3 اللي هو اكسبر بي جي بي 3 و6. ماشي. ده بربط ما بين الاوتونوموس والاوتونوموس. تمام. ليه بضطر ادخل اربط داخلي وانا اوريدي داخلي، هم عارف شايفين بعض، كل النتورك داخليا شايفين بعض، سواء بالاوس بي اف او بالاي جي بالاي جي ار بي. سؤالك دلوقتي كده واضح. انت بتسال بتقول برضو ثانية واحدة، انت بتقول لي صاحبنا ده جاي له كل الشبكات من هنا، صاحبنا ده برضو جاي له كل الشبكات من هنا، صح كده؟ انا ليه هخلي ده
ليه خلي راوتر 3؟ يبقى في علاقة ما بينه وما بين ده أصلا، صح كده يا خالد؟ مظبوط، ماذا شايف؟ ماذا شايف الدنيا كلها؟ صح؟ ما راوتر 3 شايف الدنيا كلها، وراوتر 2 شايف الدنيا كلها، أعمل أي بي جي بي ما بينهم ليه؟ طب بص كده خلود، افرض دي قطعت. راوتر 3 لما يحب يطلع بره هيمشي ازاي؟ المفروض يمشي انترنال على حسب مثلا الاوس بي اف مثلا، ولا لازم بي جي بي؟ هيمشي انترنال، انا معاك. يعني لو في جهاز هنا كده حابب يطلع، صاحبنا ده البي جي بي بتاعه وقع، فهيضطر بقى بعد كده يرمي لده، يوصل اتنين واتنين اوريدي، يطلع بقى بعد كده اي بي جي بي. تمام، فكرة. طيب خليني اقول لك حتة تانية. افرض في اوتونوماس سيستم هنا كده، او خليني انا عايز اجيبها لك. خليني اجيبها لك بطريقة تانية. خلينا نقول في اوتونوماس سيستم هنا كده، او ادي اوتونوماس سيستم، وادي اوتونوماس سيستم، وادي اوتونوماس سيستم، وادي ده، وادي ده، وادي اوتونوماس سيستم، وادي اوتونوماس سيستم. سيبك من سيبك من ده. حلو كده. راوتر 3 عايز يوصل لسيرفر هنا خالد، طبعا طريقه في الخروج هيبقى ازاي خلود؟ صح؟ صح؟ لا، المفروض ياخد بقى اقل اوتونس سيستم. ما فيش غيره دلوقتي. انا لغي ده، سيبك من ده خلاص كده. انا بقول لك الاوتونس سيستم ماشي ازاي. الف متوصل بده، متوصل بده، متوصل بده، متوصل بده، متوصل بده، متوصل بده، متوصل بده. في سيرفر هنا، المفروض راوتر 3 عشان يروح له ازاي؟ انت لاغي الانترنال، مفيش انترنال، هيطلع بي جي بي. صح؟ انت عارف المتريك بتاع البي جي بي بكام يا خالد؟ ب 20 اكسترنال، وانترنال ب 200. يعني هو موجود عنده في البي جي بي تيبل في الاكسترنال بي جي بي، هيطلعك بي جي بي. تقول لي طب اوس بي اف؟ لا، هيطلعك بي جي بي، هياخدك كده ويلف. طب في سبيل لو كان الانترنال بقى شغال، يقول لك لا يا عم امشي كده احسن. فهمتني؟ اخ يا ابو حميد، واضحه يا خالد الاول؟ الموضوع ده كله عشان لو انا رابط الاوتونوم سيستم باكثر من طبعا اكسترنال بيش. طبعا، بس في الحالات دي لازم يكون في علاقه انترنال عشان التفاضل للشورت استوديو. بالظبط بالظبط، الله يفتح عليك يا مغازي، هو ده الكلام. المغازي بدا يعود لارض الملعب. الله ينور عليك. تمام. طيب في حته اخيره، في حته اخيره انا نسيتها عايز اقولها لكم. افرض انا عايز ابعت سمري عن الشبكات اللي عندي، يعني البي جي بي عايز يبعت سمري، وليكن مثلا راوتر زي راوتر 5. فين راوتر 5؟ اهو. هقول له كونفتي، ولو انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف، شو اي بي انترفيس بريف، الشبكات اللي هي 205.5.1 ده على لوب باك 0. طب لو انا قلت له انترفيس لوب باك 1، ماشي كده؟ انترفيس لوب باك 1، ونقول له اي بي ادرس 200.5.1.1 والماسك، وانترفيس لوب باك 2 الاي بي ادرس 200.5 دوت مثلا يا مغازي 2.1. ولو قلت له انترفيس لوب باك 3 ويبقى دوت
3.1 ماشي كده يا عم احمد. دلوقتي يا احمد لو انا عايز ابعت الشبكات دي اعمل لها بروباجيشن بحيث توصل للراجل ده والراجل ده، فهتذيع عنهم واحده واحده صح؟ هتيجي على راوتر 5 كده وتقول له راوتر بي جي بي كام يا مغازي؟ 3000. وتقول له نتورك وتذيع بقى عن الشبكات دي واحده واحده. في واحد تاني برضه ممكن يريح دماغه خالد يقول له ريديستريبيوت كونكتد، ابعت الشبكات الكونكتد، بس خد بالكوا في الحاله دي هيبعت 30 و60 كمان، هيبعت بقى 205 5 205 205 205 1 205 2 205 3 و205 5. مفيش اربعه، وهيبعت كمان دي ويبعت كمان دي. على فكره ممكن تعمل راوت ما بتستبعد من دي انها بتتبعت، ودي انها بتتبعت، استبعد 60 استبعد 30 انهم يتبعتوا، بس ماشي دي مش قصتنا. طب افرض واحد عايز يبعت سمري، انا عايز ابعت سمري عن الشبكات اللي هنا دول اللي هي 255 251 252 253 254، عايز ابعت سمري. اول حاجه ابعتهم كلهم الاول زي ما انا عملت كده، اعمل لهم ريديستريبيوشن او ابعتهم شبكه شبكه. وساعتها يعني مثلا تعالى انت لو جيت على راوتر 7 دلوقتي وقلت له شو اي بي بي جي بي، ملاحظ معايا ان بقى عنده 251 252 253 255. طب انا عايز اعمل للشبكات دي كلها سمري، وتعالى بالمره عشان يبقى احنا ما نزعلش، 205 انترفيس لوب باك 4 اي بي ادرس 200.5.4.1 والماسك كده. انا عندي كام شبكه كده؟ عندي كام شبكه مغازي كده؟ عندي 200.5.1.0 200.5.1.2.0 200.5.3.0 200.5.4.0 200.5.5.0. طب انا عايز اعمل سمري يا مغازي، براحتك بقى. انا على فكره السمري يعني انا هعمل سمري كده نص كم كده، يعني هما مش كلهم بادئين ب 205؟ خلاص يبقى السمري بتاعهم 200.5.0.0 سلاش كام يا مغازي؟ سلاش 16. لو عايز تعمل سمري بقى كما يجب ان يكون يا مغازي، انت عارف بقى تفنط دي بقى كلها وتشوف بقى هم مشتركين في قد ايه، هتبص تلاقيها طلعت تطلع زي ما تطلع يعني. بس انا حبيت اعمل سمري ايه؟ اي كلام كده يعني. طب انا عايز ابعت السمري، عايز اخلي راوتر 5 يبعت السمري بتاعه لده ولده، يبعته للدنيا كلها. اول حاجه قبل ما تبعت السمري ابعت الشبكات كلها الاول، وبعد كده طب اعمل السمري في البي جي بي ازاي يا ابو الشباب؟ اهو هتيجي على راوتر 5 وتقول له راوتر بي جي بي 3000، وتقول له يا مغازي بتعمل سمري بحاجه اسمها اجريجيشن ادرس، وتبعت السمري قول له كلهم بادئين ب 200.5.0.0 والماسك بتاعك 255 255 00، وتقول له ده يا حاج بس ده سامري اونلي، سامري بس. تعالى اجري كده على راوتر 7 شوف بعد ما شايف الشبكات 205 5 205 1 و5 2 و3 و4، شو اي بي راوت كده، شو اي بي بي جي بي. الله ملاحظ ان ما عادش فيه 205 تاني، ما عادش فيه غير السامري ادرس 205 00/16، ده السمري. عرفت البي جي بي بيبعت السمري ازاي مغازي؟ تمام تمام، الله يفتح عليكم. انا كده خلصت، استاذنكم بس اوقف. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك، لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله.